طابت أوقاتكم بكل خير طلابنا الأعزاء. أتمنى وأرجو أن تكونوا بأفضل صحة وأفضل حال. سنتعلم اليوم عن موضوع جديد في مضمار نحو اللغة العربية. موضوع درسنا اليوم هو الفاعل. الفاعل هو اسم أو هو وظيفة نحوية قدمت أو تقدم لاسم موجود في داخل جملة. قبل أن أشرع بالحديث أو بشرح هذا الدرس، أود أن أتحدث ولو بمنظور مبسط عن ما هو الفاعل. الفاعل هو العمدة في داخل كل جملة، وهو المسبب، وهو العامل الأساس الذي تقوم عليه أي جملة. لذلك نحن نضم الفاعل لمرحلة أو لمستوى الرفع، لأن الفاعل هو ذا رفعة أو هو رفيع، ذا مستوى رفيع في داخل الجملة. لذلك يأخذ العلامة أو الحالة الإعرابية للفاعل يكون مرفوعاً. إذن من هنا نستطيع أن نفهم أن أي جملة تحوي فاعل، إذن هو من يقوم بهذا الفعل، هو المحرك الأساسي لأحداث هذه الجملة، هو الفاعل. لأن الفاعل هو بؤرة الجملة وهو المركز وهو الأساس، إذن هو ذا رفعة وذا مكانة سامية، لذلك فهو يبقى دائما مرفوعا لأنه هو في رفعة أو في المنطقة العليا في داخل الجملة. لنبدأ معا ننظر ماذا سنتعلم في درسنا اليوم. سنتعلم عن الجملة الفعلية التي تحوي فعل وفاعل. سنتعلم الفاعل كاسم ظاهر إما معربا أو مبنيا، وسنتعلم عن الفاعل كضمير متصل وكضمير منفصل وكضمير مستتر. إذن هنالك ثلاثة ضمائر يأتي بها الفاعل، وسنظهر لكم ذلك، وستحدث عن ذلك وأشرحه بإسهاب وتمعن خلال المعروضة. كذلك الفاعل قد يكون يأتي أو على هيئة مصدر مؤول إما من أن والفعل، ولاحظوا أن هذه هي أن وليس أن، وعلينا أن نفرق بين الأن التي نضع عليها أو نسكن بها اللفظ الصوتي أن، وليس أن التي عليها شدة. أن من أخوات إن وأخواتها، وأن هو حرف نصب مصدري، والفعل بالتالي الذي سيأتي بعدها هو فعل مضارع منصوب. والفاعل كمصدر مؤول من أن ومعموليها. إذن لدينا نوعين من الأداة من الحرف أن، عندنا أن زائد فعل وأن زائد معموليها. معموليها بمعنى عاملين، المعمول الأول والمعمول الثاني. إذن هنالك مركبين يأتيان بعد أن. الفاعل كاسم ظاهر، وسأبدأ بالحديث عن كونه معرب. ولكن كما تحدثت، إما علي أن أقيس مقياسين. الأول هو المقياس الذهني والفلسفي الذي أعتمد عليه لتحديد الفاعل، أو أعتمد على ما هو القاعدة أو على النظرية التي نستخلصها من خلال هذه القاعدة الذهنية. الفاعل يساوي من زائد الفعل في داخل كل جملة. حتى أنجح في تحديد الفاعل في داخل الجملة، علي أن أسأل نفسي هذا السؤال: من زائد الفعل؟ سأحصل بالتالي على النتيجة وهي الفاعل. ننظر إلى هذه الجملة، أو نبدأ بالرفع بالضمة، وخلالها سأتطرق للمثال. الرفع في الضمة، إذن كما قلت أن الفاعل مرفوع، ولكن إذا تساءلنا سويا لماذا يرفع الفاعل بالضمة ولماذا ليس بالفتحة أو بالسكون،
تحدثنا أن الفاعل يأتي في مستوى الرفعة ومستوى أعلى في داخل الجملة. وانتبهوا، في اللغة العربية هنالك ثلاثة حركات أساسية. وعندما بدأ أو شرع النحاة العرب بتحديد هذه الحركات الثلاث، انطلقوا من منطلق على أن هذه الحركات هي عبارة عن حركة الهواء الجاري في داخل الفم، ومن خلال تصادمه مع الأسنان أو اللسان تخرج لنا أصوات. واستنتج العرب أن الفم العربي بشكل أساسي يستطيع أن يخرج ثلاثة أصوات، وهي أ أ وإي. وإذا لاحظنا أن الضمة هي أيضا في المستوى الأعلى، نحن عندما نضم الشفتين ونخرج الضمة، الضمة تخرج في المستوى الأعلى، أو نحن نقوم برفع الفك السفلي للأعلى، لذلك أ. أما عندما نلفظ الفتحة أ فيبقى ناصب، وعندما نلفظ الكسرة إي يبقى الفك يجر للأسفل. لذلك الفاعل إذا كان في منطقة رفعة هو أيضا سيحصل على حركة من نفس المنطقة حتى يكون متساويا، لذلك فاعل رفيع ومقابله حركة رفيعة أو بمستوى أعلى، لذلك الفاعل مرفوع بالضمة بشكل أساسي. ننظر إلى علامات الرفع الظاهرة، نأخذ هذه الأمثلة. يعمل محمد في قسم الحسابات، تشير الأنباء إلى تساقط الثلوج غدا، تتخلص الممرضات من الحقن بعد استخدامها. في الجملة الأولى إذا سألت من زائد الفعل، يعني من زائد يعمل يساوي محمد، من يعمل في قسم الحسابات؟ محمد، لذلك محمد هو فاعل. تشير الأنباء إلى تساقط الثلوج غدا، من زائد تشير، من تشير؟ إذن الأنباء هي التي تشير. تتخلص الممرضات من الحقن، من يتخلص من الحقن بعد استخدامها؟ الإجابة على ذلك هي الممرضات. إذن في داخل الجمل التالية لدينا فعل ولدينا فاعل، لذلك دائما علينا أن نسأل أنفسنا من قام بالفعل، من زائد فعل هو يساوي الفاعل. لنبدأ إذن، كيف نعرب؟ هل الإعراب الآن سيشكل لدينا عاقبة معينة، أو سيشكل لدينا حاجز معين؟ بالتالي إجابتنا ستكون كلا. لماذا؟ لأننا الآن استطعنا أن نفهم على كل مكونات وكل ميزات هذا الفاعل. لننظر إلى هذه الجملة، كيف نعرب؟ محمد فاعل، أنا قمت بتحديد وظيفته، هو الذي قام بهذا الفعل لذلك هو فاعل، وهو مرفوع، وقمت بشرح لماذا هو مرفوع، لأنه هو الأساس في هذه الجملة. طيب، وما هي علامة رفعه إذن؟ هي الضمة، لأن الفاعل يجب أن يحصل على مستوى رفيع مثله، إذا كان في الأعلى فسيحصل على علامة أو على حركة عليا، لذلك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. الضم الظاهر أم مقدر؟ يكون مقدراً، وستحدث عن ذلك فيما بعد. إذن هنا علينا أن ننتبه إلى الضم وإلى الضمة. الضم نحن عندما يكون لدينا العلامة تنوين الضم، تنوين الفتح، تنوين الكسر، نكتب الضم، الفتح أو الكسر. ولكن إذا شاهدنا مثلاً في كلمة في الجملة تشير الأنباء إلى تساقط الثلوج غداً، نرى أن إعراب الفاعل في هذه الجملة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على وعلامة رفعه الضمة الضمة الظاهرة على آخره. إذن نلاحظ أن الجملة الأولى تنوين الضم نقول الضم، وفي عندما توضع الضمة نلفظ الضمة أو نكتب الضمة مع تاء مربوطة ونقطتين على التاء. علامة الرفع
كما ذكرنا من الممكن أن تكون أيضا ضمة في الجمع، في جمع المؤنث السالم. تتخلص الممرضات، إذن هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولكن ما معنى كلمة لماذا نقول ظاهرة؟ لأن هنالك حالات معينة تكون علامة الرفع فيها مقدرة. لننظر إلى هذه الجمل. تشارك سهى في الدروس المحوسبة. ترافع محام عن المدعى عليه. جاء أخي ليشجعني في المباراة. إذن الفاعل في الجملة الأولى هي سهى، في الجملة الثانية محام وأخي. من الذي يشارك سهى؟ من ترافع محام؟ من جاء أخي؟ ولكن في هذه الجمل الثلاث ستصادفنا بعض الأمور الجديدة التي يجب أن نراعي حكمها في الإعراب. تشارك سهى في الدروس المحوسبة. العلامة تكون مقدرة إذا انتهت بأحرف علة، مثل ألف مكسورة، ألف ممدودة، ياء أو واو، أو كما أخبرتكم معلماتكم بالمصطلح الذي دائما كيف أو الكلمة التي يركبونها، أوية أو أوى أو أي مصطلح آخر تعلمتموه. إذن تذكروا هذا جيدا. سهى إذن هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، المقدرة على آخره في الألف للتعذر عن اللفظ. بإمكانكم الإشارة إلى ذلك بسبب التعذر أو للتعذر. لماذا لا أستطيع أن أقول سهاء؟ إذن هنالك صعوبة في اللفظ، هنالك تعذر في اللفظ، لذلك تبقى الضمة مقدرة. الكلمة محام هي تكتب مع تنوين عوض إذا كانت نكرة، إذا كانت معرفة نضع معها ياء. المحامي. ترافع محام عن المدعى عليه. حسنا، وكيف أعرب إذن؟ أين الضمة؟ أين ذهبنا بها؟ لننظر إلى هذا الإعراب. محام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. أنا حذفت هذه الياء لأن الكلمة أصبحت نكرة، لذلك على الياء المحذوفة للثقل. والتنوين في هذه الكلمة هي يسمى تنوين العوض. أنا عوضت عن هذه الياء بتنوين عوض، كقولي المحامي محام، القاضي قاض. في الجملة التالية سنتعلم أيضاً على تقدير للجديد للعلامة الإعرابية. أخي، في هذه الجملة جاء أخي ليشجعنا في المباراة. قلنا بأن كلمة أخي إذن هي الفاعل. لنرى الإعراب. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولكن هذه الضمة استبدلناها بالكسرة مجانسة للياء. قبل أن أتابع في الحديث عن باقي الإعراب، أود أن أعطيكم ملحوظة مهمة. هنالك ثلاثة أو أحرف العلة بشكل أساسي، هنالك منطق للعلامات التي توضع قبلها. أنا لا أستطيع عندما أكتب ما مثلا، أنا لا أستطيع أن أضع على الحرف الميم قبل الألف ضمة، هناك سيكون تعذر في لفظ الكلمة. لا أستطيع أن ألفظها، لذلك قبل كل حرف من الألف، الياء، الواو، أضع حركة ملائمة لها في الصوت. قبل الألف نضع فتحة، لأن الألف هو عبارة عن مد، والفتحة هي عبارة عن مد. أما الياء فأضع كسرة، وأما الضمة فأضع وأما الواو فأضع قبلها ضمة. لذلك قمت باستبدال الضمة بالكسرة، لأن من يقابل الياء هو الكسرة. وإذا
الاسم هو مضاف والياء ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. الرفع يأتي أيضا في الاسم الظاهر بالألف، يرفع بالألف إذا كان مثنى. انظروا إلى هذه الجملة: تحلق الطائرتان في الجو. في هذه الجملة الفاعل هو الطائرتان، من التي تحلق الطائرتان؟ والألف نون هي في المثنى، هي البديل للضمة. إذن كيف أعرب؟ الطائرتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ولاحظوا أخبرتكم بأن الضمة هي علامة مشابهة للواو، إذن لذلك في الجمع المذكر السالم سنجد أن في الجملة التالية يجد الموظفون في العمل من أجل الحصول على مراتب أعلى. الفاعل الموظفون، وعلامة الرفع هنا ليست الضمة إنما الواو، لذلك أقول هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذن في الاسم في الفاعل كاسم إما أن يأتي بضمة ظاهرة أو ضمة مقدرة أو يرفع بالألف إذا كان مثنى أو يرفع بالواو إذا كان جمعا مذكرا سالم. وكذلك في الواو إذا كان من الأسماء الستة، هل تذكرون هذا المصطلح الأسماء الستة؟ هي إذن إليكم ما هي: أب، أخ، حم، فم، وهن، وذو. هي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، بالتالي هو نفس الترتيب لضمة فتحة كسرة: واو، ألف، ياء. نأخذ هذا المثال: يحظى ذو الأخلاق على احترام بين الناس. من الفاعل في هذه الجملة؟ ذو الأخلاق، ولكن ذو هي عبارة عن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة كما ذكرت، وهو مضاف، والأخلاق وضعتها بين مزدوجين هي مضاف إليه مجرور بالكسرة. حتى الآن انتهينا للفاعل كاسم ظاهر. الفاعل كاسم ظاهر قد يكون أيضا مبني، تحدثنا عن المعرب، المعرب بمعنى أن أقول فاعل مرفوع، ولكن المبني أن أقول في محل رفع. لننظر إلى هذه الأمثلة، البناء في إعراب الفاعل. أولا اسم الإشارة: هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، أولئك وغيرها. إذا مثلا قلت سرني هذا المشهد، ماذا سرني هذا؟ إذن الفاعل هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، ولا أستطيع أن أعرب هذا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. لننظر أيضا إلى الجملة: ساعدني هؤلاء الرجال في تنظيف البيئة. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع فاعل. وأيضا إذا كان اسما موصولا سنحصل على نفس النتيجة: ما، من، الذي، التي، الذين، اللاتي، واللواتي. ننظر إلى هذه الجملة: حدث ما توقعته. من هو الفاعل في داخل هذه الجملة؟ هو الماء، وأشار إلي لما حدث. إذن ماذا أعربها؟ أعرب ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. هل هنالك المزيد؟ نعم. نأخذ مثالا آخر: غادر الذي رافقته. إذن في هذه الجملة الفاعل هو الذي، كيف أعربه؟ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحالة الأخيرة هي العدد. إذن حتى الآن تحدثنا عن اسم الإشارة، اسم الموصول، والعدد المبني على فتح الجزئين. ماذا نعني بمبني على فتح الجزئين؟ نجح 15 طالبا، 15 نعربها عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع
فاعل. إذن لدينا اسم الإشارة، اسم الموصول، والعدد المبني على فتح الجزئين.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. عدنا مع درس الفاعل. تحدثنا في السابق عن الفاعل كاسم ظاهر، علامته إما أن تكون مقدرة أو أن تكون ظاهرة أو مقدرة. الآن سنبدأ بنتعلم الفاعل كضمير، وهنالك كما تحدثت منذ البداية، الفاعل يكون إما كضمير منفصل أو متصل أو مستتر. إذن فلنبدأ. إذن الفاعل كضمير منفصل، علينا أن ننتبه أن نتحدث عن كل الضمائر المنفصلة الغائبة، كمثل هو، هي، هما، أو المخاطبة، أنت، أنتما، أنتن، أو المتكلم، أنا ونحن. لنرى. يشترط لكي يكون الفاعل ضميرا منفصلا أن يقع عليه الحصر، والأشهر أن يحصر بواسطة إلا، كقولنا لم ينجح إلا أنت، يعني أي بمعنى النجاح أو فعل النجاح ارتبط بك أنت، إلا أنت. لذلك أنت ضمير منفصل مبني على الفتحة في محل رفع فاعل. إذن هذا ضمن الفاعل كضمير، ضمن الاسم، ضمن الفاعل المبني. الفاعل كضمير متصل، تتصل في، هي عدة ضمائر تتصل مع الفعل وتعرب في وتكون مبنية في محل رفع فاعل. إذن ما هي؟ هي تاء المتحركة، ن الدالة على الفاعل، واو الجماعة، ألف الاثنين، نون النسوة، وياء المخاطبة. لنبدأ بتاء المتحركة. لماذا سميت أولا بهذا الاسم؟ لأنها تتحرك في ثلاث حركات، وقلنا أن الحركة هي عبارة عن حركة مجرى الهواء في داخل الفم، وعندما يصطدم هذا الهواء في داخل مركبات الفم يخرج لنا هذا الصوت تو تا تي او ا اي. إذن هي لذلك سميت تاء متحركة. أرسلت لك البارحة مرسال سلام. إذن الفاعل يظهر في كلمة في الفعل أرسلت، والإشارة على ذلك هي تاء. إذن الفعل أو الكلمة أرسلت تقسم إلى قسمين، أرسل زائد تاء. إذن أرسل هو فعل ماض مبني، أرسل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة، تاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع فاعل. لذلك علينا أن ننتبه عندما نعرب تاء المتحركة، يجب أن ننتبه لأي إشارة أو علامة توضع عليها. الناء الدالة على الفاعل، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن هنالك ناء أخرى غير دالة على الفاعل، إنما هي دالة على المفعول به، سنتحدث عنها في درسنا عن المفعول به. زرنا بيت الله الحرام. زرنا هي عبارة عن زر زائدنا، اللفظة في نهاية الفعل، الفعل ينتهي بزر، زرنا. إذن فعل ماض مبني على السكون في فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعل، أو كما تخبرنا بعض المعلمات بناء الفاعلية. الناء الدالة على الفاعل ضمير متصل لأنه يتصل بالفعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واو الجماعة سميت بهذا الاسم لأنها تدل على جماعة. طوبى للذين ماتوا في سبيل الوطن. ماتوا، إذن إذا لاحظتم أتذكرون الملاحظة التي قدمتها لكم، قبل الواو نضع ضمي. إذن ماتوا، ماتوا هو فعل ماض مبني على الضم، آسف هنا خطأ مطبعي، مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ألف الاثنين، سمير وأمير
قاما بإعداد الطعام للمحتاجين. إذن الفاعل يكمن مع الفعل قاما. الفاعل يأتي بعد الفعل. قاما هي عبارة عن قام زائد ألف الاثنين. فعل قام إذن هو فعل ماض مبني على الفتح أو على الفتحة لاتصاله بألف الاثنين. ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والضمير التالي نون النسوة. الممرضات أسعفن كل مريض. أسعفن هو يحوي أيضا نفس التركيب للضمائر السابقة، هو عبارة عن أسعفن. أسعف فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الضمير الأخير في الضمائر المتصلة هو ياء المخاطبة، كقولنا أرسلت لك البارحة بأن تطلعي حضرة المحقق على آخر المستجدات. أقرأ الجملة مرة أخرى. أرسلت لك البارحة بأن تطلعي حضرة المحقق على آخر المستجدات. أن تطلعي هذا هو الفعل الذي أريده. بأن تطلعي هو فعل مضارع. تطلعي هي عبارة عن تطلعي، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والياء ياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن هذه هي الضمائر المتصلة تبنى في محل رفع فاعل. هنالك ضمير آخر وهو الضمير المستتر. احترم كقولنا احترم الآخرين. نهوى ركوب الدراجات. المدير تأخر عن الموعد. قلنا أن الفاعل يأتي بعد الفعل. لننظر إلى الكلمة احترم الآخرين. احترم فعل أمر مبني على السكون المستبدلة بالكسرة منعا لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر. هل يظهر لنا الفاعل في هذه الجملة؟ بالتأكيد لا، ليس الآخرين هم الفاعل. من الذي عليه أن يحترم؟ أنت عليك أن تحترم. أحسنتم. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ننظر إلى الجملة التالية. نهوى نحن الذين نهوى ركوب الدراجات. إذا نهوى هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره على الألف للتعذر. والفاعل ضمير مستتر تقديره من؟ تقديره نحن. نحن نهوى ركوب الدراجات. الجملة الثالثة. المدير تأخر عن موعده. الفاعل يأتي بعد الفعل. الفعل هو تأخر. وأين الفاعل؟ مستتر. تأخر فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. تبقى لدينا سلسلة تعليم درس الفاعل. الفاعل كمصدر مؤول. مصدر مؤول قلنا يأتي على نوعين، مصدر مؤول من أن والفعل، أو مصدر مؤول من أن ومعموليها. لننظر مرة أخرى. الفاعل كمصدر مؤول من أن والفعل المضارع. يسرني أن تنجح. أصل الجملة، انتبهوا، لأن تنجح هو تركيب مكون من أن زائد فعل مضارع منصوب. المصدر المؤول من أن والفعل تقديره هو نجاحك. أصل الجملة كان يسرني نجاحك. إذن ماذا الذي يسرني؟ نجاحك. إما أن أقول يسرني نجاحك أو يسرني أن تنجح. فإذن المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل. هكذا نعرب الفاعل في داخل هذه الجملة. ننظر إلى الجملة التي بعدها. الفاعل كمصدر مؤول من أن ومعموليها. أفرحني أنك
متفوق، أنك متفوق، هذا هو مفهوم أو المركب لأن ومعموليها. أن الكاف هو المعمول الأول ومتفوق هو المعمول الثاني. أصل الجملة أفرحني تفوقك، وهنا أريد أن أحدد على أن تقديرنا للجمل جدا مهم. أن أقول ما هو أصل الجملة عليه أن يكون أفرحني تفوقك، هكذا هي كانت أصل الجملة، ولكن وصاغها أفرحني أنك متفوق. المصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع فاعل. إذن هذا بالنسبة للفاعل كمصدر مؤول. للتدريب سنأخذ هذا المثال أو هذه مجموعة الأمثلة حتى نتمرن نتثبت أكثر في موضوع الفاعل. لدينا جمل، نحدد من هو الفاعل في كل واحدة من هذه الجمل ونقدم له إعرابا تاما. نأخذ الجمل أبحرت في السفينة إلى قبرص. انتبهوا أن هذه ليس أبحرت السفينة، إنما أبحرت في السفينة إلى قبرص. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. خذوا هذا المقطع وأذكروا وابحثوا عنه في المواقع أو في الكتب، وما أذكروا لمن قال هذا البيت. يسعدني أنك بخير. اجتهد العاملون في العمل. سرد الراوي على مسامعنا أحداث القصة. الجملة الأخيرة، شارك 17 باحثا في الدراسة. إذن لدينا 6 جمل، سنقوم بتحديد الفاعل في كل منها ثم نعربه إعرابا تاما. لننظر إلى الجملة الأولى، أبحرت في السفينة إلى قبرص. من هو الفاعل بحسب رأيكم في هذه الجملة؟ أحسنتم، الفاعل في هذه الجملة يكمن في تاء المتحركة في الفعل أبحرت. أبحرت، إذن الفاعل، أن أكتب فقط الفاعل، تاء المتحركة، ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع فاعل. في الجملة التالية، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. من هو الفاعل في هذه الجملة بحسب رأيكم؟ أحسنتم، إذن الفاعل في هذه الجملة هو الضمير المستتر بعد الفعل نحب. من الذي يحب؟ نحن نحب. أصل الجملة نحب نحن الحياة، هكذا كان تقدير الجملة. لذلك نعرب الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. في الجملة الثالثة، يسعدني أنك بخير. ننظر إلى هذه الجملة، أنك بخير، مصدر مؤول من أن ومعموليها. تذكرون أن لدينا أن زائد فعل مضارع منصوب، ولدينا أن مع شدة وزائد معمولين 2. إذن يسعدني أنك بخير. فالجملة أنك بخير، هذه الجملة، هذا التركيب هو في محل الرفع فاعل. إذن في الإعراب نقول المصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع فاعل. نأخذ الجملة التالية، اجتهد العاملون في العمل. اجتهد العاملون في العمل، أين الفاعل في هذه الجملة؟ أحسنتم، العاملون، وهو اسم ظاهر، ولكن ما هي العلامة الإعرابية للعاملون؟ هل تذكرون؟ نعم، ممتاز، العلامة الإعرابية في العاملون هي الواو. ولماذا هي الواو؟ ممتاز، لأنها جمع مذكر سالم. أصبتم، إجابتكم كانت دقيقة، ولكن أريد أن أحول
هيا لنعرب ثم أخبركم ماذا سنقوم. إذن الإعراب، أحسنتي، إعرابك تام، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. من يريد أن يحول هذه الجملة من الجمع إلى المثنى ويخبرني ما هو الإعراب؟ أنا أنتظر إجاباتكم. اكتبوا هذه الجملة على الدفتر ثم حولوها من الجمع إلى المثنى. أحسنت، اجتهد العاملان في العمل. وما هو إذن أين الفاعل؟ العاملان، أصبت، وهو اسم ظاهر، أحسنت، في مثنى، ممتاز. إذن العاملان أعرب. لو حولنا هذه الجملة من الجمع إلى المثنى، اجتهد العاملان في العمل. اجتهد العاملان، العاملان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ولكن هنا كان الإعراب مع واو، كانت العلامة الإعرابية واو لأنه جمع مذكر سالم. ننظر إلى الجملة التالية. سرد الراوي على مسامعنا أحداث، على مسامعنا أحداث القصة. سرد الراوي، من سرد الراوي؟ إذن الراوي في هذه الجملة هو الفاعل، أصبتم، إجابتكم صحيحة. الراوي، آسف، هنالك خطأ مطبعي. الراوي ليس التاء متحركة، إنما الراوي هو اسم ظاهر. الراوي، سرد الراوي على مسامعنا أحداث القصة. ما هو إعراب الراوي؟ لننظر ما هو إعراب الراوي. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل، المقدرة على الياء للثقل. في المثال الأخير، شارك 17 باحثا في الدراسة. ممتاز، أحسنت، إجابتك كانت سريعة. شارك 17 باحثا في الدراسة. الفاعل في هذه الجملة هو 17، وهو عدد، تذكرون ما هو؟ عدد مركب، عدد مركب مبني على فتح الجزئين. فلننظر إذن إلى كيفية الإعراب. عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. أحسنتم، إجابتكم كانت دقيقة، كانت دقيقة جدا، دقيقة جدا. عدد مركب على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. إذن في هذه الجملة، في هذه الجمل التي عرضناها، هي عبارة عن ملخص سريع لدرسنا عن الفاعل. أولا أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في درسنا لهذا اليوم. أريد أن أعود على قضية مهمة كتلخيص لهذا الدرس، وتحدثنا على أن الفاعل قد يأتي اسم، وعندما نقول أنه يأتي اسم، إما يكون ظاهر أو أن يكون ظاهرا، اسما ظاهرا، أو قد يكون علامة في الاسم الظاهر تكون علامة الرفع مقدرة أو ظاهرة، أو قد يكون أو يكون الفاعل ضميرا، إما مستتر أو منفصل، أو منفصل أو مستتر أو متصل، وقد يأتي أيضا مصدر مؤول من أن والفعل، أو مصدر مؤول من أن ومعموليها. انتبهوا، هذا التفصيل كان جدا سريعا، ولكن ارجعوا مرة أخرى وشاهدوا في لو كنتم قد قطعتم حلقة معينة في هذا الدرس. أتمنى أن يكون الدرس أعجبكم. أريدكم أن تذكروا الملاحظة على أن الفاعل هو العمدة وهو الأساس في داخل الدرس، ويبقى في داخل الجملة، ويبقى في مرحلة الرفع، لذلك هو مرفوع لأنه رفع الرفعة، لأنه هو المهم، ويتقابله في ذلك الضمة. شكرا على حسن متابعتكم. كل أمنياتي بالصحة والخير لمحبي اللغة العربية ولكل محاربي الأمراض في كل مكان.